العربية والإنجليزية القناة الأولى التي has the power of you على إرسال المساعدات للشعب السوري. إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وباعتبار ما يستنير به من مقاربة عملية لا يحيد عنها لتعزيز الفعل النقابي وجودته، فإنه يرى بأن تجسيد الأمثل للغايات التي ننشدها جميعا لا ينفصل عن تعزيز الحوار الاجتماعي كمرتكز ضروري لتجسيد التنمية الشاملة وإرساء الحوكمة والارتقاء بالمؤسسات لا سيما في مجال النقل ومكانته الاقتصادية. طموحنا خلال أشغال هذا المؤتمر للنقابات العربية لقطاع النقل أن تكون فرصة من أجل تقييم ما أنجز ورسم خطة عمل مستقبلية طموحة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوضع الراهن يكون فيها المحور هو التضامن من أجل الدفاع عن المكاسب وتحقيق ما يصبو إليه العامل العربي في قطاع النقل.